السلام عليكم أعزائي. اليوم حصة عن قاعدة من علم النفس لكسب الهيبة والاحترام من طرف الآخرين. هل سئمت أو مللت من كونك شخص لطيفا يتعامل معك الجميع على أنك شخص عاديا ولا يعملون لك أي حساب أو اعتبار؟ هل سألت نفسك يوما كيف أغير نفسي وأصبح ذلك الشخص الذي يحترمه الناس ويعملون له ألف حساب؟ سوف تجد الإجابة حتما الآن. لقد لخص علم النفس في 18 إجابة وقاعدة أساسية، إذا قمت بتطبيقها سوف تتمتع بشخصية قوية وتفرض احترامك على الجميع. تابع الفيديو للنهاية لتعرف عليها. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. أولا، الانطباع الأول وهو الذي يدوم. يجب أن تعلم لديك فرصة واحدة فقط لترك انطباعك عند الآخرين، فالناس يكونون فكرة عنك وذلك خلال أول 10 ثواني فقط، فهم ينظرون إليك وإلى نظرات عينيك وطريقة كلامك وملابسك، فيجب عليك الانتباه لهذه الأمور الأساسية. ثانيا، كن رصينا. هل شاهدت يوما ما شخصا له وقارا وهيبة كبيرة يضحك على شيء بسبب أو بدون سبب؟ يجب أن تكون رصينا وأن تكتفي بالابتسامة فقط مع الأشخاص الذين لا تعرفهم جيدا، فكثرة الضحك سوف تقلل من هيبتك واحترامك أمام الآخرين. التواضع وهي النقطة الثالثة. تواضع، كن كالنجم، تعامل مع أي شخص كان بتواضع. تعامل مثلا مع عامل النظافة كما تتعامل مع شخص له مكان رفيع في المجتمع، فهذه الصفة هي المحببة لدى البشر كلهم. وتذكر أن التواضع هي لغة العظماء في المجتمع. رابعا، توقف أن تكون لطيفا جدا. محاولتك الدائمة لإسعاد جميع من حولك في كل الأمور لن توصلك لأي مكان. يجب أن تميز بين اللطف والإضرار المبالغ فيه لتقديم الخدمات للآخرين. حاول ما استطعت أن تلبي الرغبات في أي وقت، لأن هذا سوف يعطي انطباعا للآخرين. إن خدماتك لا قيمة لها ويدفعهم إلى التقليل من احترامك. وخامسا، تعلم أن تقول لا. لا تشعر بالذنب أبدا في كل مرة قلت فيها لا، فأنت لست مجبورا على الموافقة على كل ما يطلبه منك الآخرين، ففي بعض الأحيان تحظى باحترام أكثر، وذلك عندما ترفض الأشياء الغير المناسبة لك. فتقديرك لنفسك ولوقتك وجهدك يضع حدا لتجاوز الآخرين. وسادسا، التحدث عندما تتعرض لسوء المعاملة. لا تسكت أبدا عن حقك، وأبدي موقفا واضحا عندما يقوم أحدا ما باستغلالك أو الإساءة إليك. حافظ على الهدوء. وأدبك في التعامل مع الآخرين.
لكن لن تبقى صامتا. فالدفاع عن النفس بشجاعة هي من الصفات الأساسية من صفات الشخص الذي يستحق المهابة والاحترام والتقدير. سابعا، التحكم في المشاعر. تحكم بمشاعرك، عليك التدرب على ضبط انفعالاتك وكتم غضبك، وذلك إن أردت أن تبدو شخصا جديرا بالاحترام. ثامنا، لا تكرر اعتذارك، توقف فورا عن كلمة الأسف للآخرين باستمرار، لأن ذلك لا يجعلك تحظى باحترام كبير لدى الآخرين. هناك أخطاء معينة أو ظروف تحتم عليك الاعتذار، سواء في العمل أو مع عائلتك أو أصدقاء، لكن يجب عليك التوقف عن الاعتذار أو الأسف باستمرار على أي خطأ ارتكبته، فمرة واحدة فقط تكفي. تاسعا، انصر المظلوم. نجد الكثير من الأشخاص حولنا يترددون في الدفاع عن شخص ما يتعرض للظلم، ونجدهم ينتظرون ذلك الشخص الذي يمتلك القوة أو الجرأة والشجاعة لكي يرضع الظالم وينصف المظلوم. قد تكون ذلك الشخص وينصف المظلوم قد تكون لذلك الشخص بعض العواقب، إلا أن الشجاعة والجرأة تظل عالقة في أذهان الناس ولا تنسى أبدا. كما تجعلوهم يكنون الاحترام والتقدير لذلك الشخص الذي نصف المظلوم طوال حياتهم. المحافظة عاشرا، وهي المحافظة على الوعود. من أحد أهم الأمور التي يجب عليك فعلها لاكتساب الاحترام لدى الآخرين هي احترام الوعود. فإذا كنت ممن يتعاملون باستخفاف مع وعودهم في الماضي، فيجب عليك أن تتوقف عن ذلك في الحال، وتذكر أن لا تقطع وعدا وأنت في قمة سعادتك، وأن لا تتخذ قرارا وأنت غاضبا. أحد عشر، وهي المبادئ. تمسك بمبادئك، وذلك لأن الناس ينظرون إلى مبادئك الثابتة على أنها جزء منك أو من شخصيتك، ويعتبرون الشخص الذي لا يتمسك بمبادئه شخصا ضعيفا وليست له شخصية أبدا. اثنى عشر، وهي النميمة. توقف عن النميمة في الحال. الشخص الذي يتكلم عن الناس في غيابهم ينظر له الناس أنه ضعيف وجبان ولا يجرؤ على مواجهة الآخرين.
قد يكون كلامك عن ذلك الشخص بالسوء صادقا، إلا أن ذلك يعمل عن تقليل قيمتك عند الآخرين ويجعلك لست جدير بالثقة والاحترام لدى الآخرين، فلذلك يتوجب عليك الابتعاد عن النميمة وأن تقطع تلك الصلة من حياتك، فابتعادك عنها خدمة لنفسك وليس للآخرين. 13. لا تضيع وقت الآخرين. قد نجد البعض يضيعون ساعات طويلة من وقتهم بأنفسهم، على الرغم من ذلك أنهم لا يحبون أن يضيع أحدا آخر ولو ساعة واحدة من وقتهم، فحاول قدر المستطاع ألا تطيل في الحديث مع الآخرين عن مشاكلك، واحرص دائما على أن تكون مواعيدك دقيقة جدا معهم لكي تكسب احترامهم لك. 14. وهو الصمت. تدرب على الصمت. أكد علماء النفس أن الأشخاص الذين يتحدثون كثيرا ولا يتركوا مجالا لغيرهم للكلام هم لا يحظون باحترام الآخرين لديهم. يجب عليك أن تكون دائما إجابتك واضحة ومختصرة، وأعطي الآخرين حقهم في الكلام. 15. الإلهام. كن ملهما للآخرين. يمكنك أن تكون مصدر إلهام لجميع الأشخاص من حولك، وذلك خلال التحدث معهم عن أهدافهم في الحياة، لأن مجرد اهتمامك لأحلامهم وأهدافهم سوف يرفع ذلك من قيمتك لديهم. 16. وهو الانفتاح. كن منفتحا مع الآخرين. إذا كنت تسعى للحصول على احترام وهيبة الآخرين، عليك أن تكون منفتح الذهن، وهذا يعني أن تتقبل الآخرين وتقبل آراءهم والاستماع إليهم والاهتمام بهم والتعلم والاستفادة منهم عندما يكون لديهم ما هو مفيد. 17. الاهتمام. اهتم من حولك. لا تقلل من اهتمامك بالأشخاص المحيطين بك في العلاقات العائلية أو الصداقات أو العمل، حيث أكدت الدراسات أن الشخص الذي يهتم بمشاكل الآخرين ويساعدهم على حلها ويتعاطف معهم تؤخذ آراؤه على محل الجد والثقة، ويكون أيضا محل الاحترام لدى الآخرين. وأخيرا القيمة 18، وهي القيمة الحقيقية. يحترم الناس الشخص الذي يضيف قيمة إلى حياتهم ويشعرون بوجوده، فاعلم أن أكثر ما يتذكره الناس منك هي المنفعة التي قدمتها لهم. شكرا لكم أصدقائي الأعزاء على حسن المتابعة. إلى اللقاء. سوف أترككم كما العادة على نغمات هذه الموسيقى وعلى مناظر هذه المناظر الخلابة وهذا الهدوء والسكينة. على أمل اللقاء معكم في معلومات مفيدة من علم النفس.
لا تنسوني من دعائكم أعزائي، أحبكم في الله.